عغير موجة. لأنهم ما بيشبهوا حدا وبيختلفوا عن غيرهم بالفن والأدب، هن عغير موجة. حلقة جديدة من عغير موجة بتطلع عليكم مستمعين عبر إذاعة صوت لبنان 100.5 FM. برحب بضيف الفنان الممثل جهاد الأندري. من مسرح إغريقي طالع جهاد الأندري بصوته وتعابير وجهه وحركة جسده على المسرح، بذكر المشاهد بالأبطال العتيق، الزمن يلي صار فيه فن التمثيل بمتناول الجميع لسيما غير المحترفين. حول الأندري إلى عملة نادرة، إنما عملة بتلاقي صعوبة حتى تنصرف، يمكن لأنه الصعب ما عاد مطلوب. جهاد الأندري حائز على شهادة الدراسات العليا بالتمثيل والإخراج ودبلوم بالرأس الكلاسيكي والمعاصر من بيروت وباريس. نقل خبرته إلى طلابه، فأمضى فترة زمنية بالتعليم بمعهد الفنون بالجامعة اللبنانية. بالتزامن نقل بين مسارح لبنان والعالم وقدم ما يفوق 50 مسرحية، وبال2003 نال جائزة أفضل ممثل بالعالم العربي. بيحترف جهاد التمثيل لكن ما بيعرف يمثل على نفسه ولا على جمهوره، لذلك ما خاض إلا الأعمال الملتزمة ورفض السطحية والتجارة. هو اللي تلمذ على أيدي أباء المسرح اللبناني أمثال ريمون جبارة، أطوان ولطيفة ملتقى ونقولة دانيال. إلى جانب صورة الممثل المسرحي والتلفزيوني، انحفرت صورة جهاد الأندري بذهن النخبة العربية كقارئ قصائد بيضيف بصوته وأدائه الشعر إلى النصوص الشعرية. أعد عروض شعرية بالتعاون مع الفنانتين نضال الأشقر وجاهدة وهبي. إضافة للي قلته بالريبورتاج، أكيد بعد في كتير إشياء تنقال عن مواهب جهاد الأندري واهتماماته. يمكن بالنسبة لألك الفن هو كل مش جزء. أكيد الفن كل. أول شيء أنا بشكرك، وكتير هيدا الشيء لفنان بيعتبر حاله بعده ماشي بالطريق، والطريق لازم تكون طويلة قدامه. فتانكيو يعني، وهيك أثرني شوي الكلام، يمكن ما بعرف شو بتقول، يعني شوي مبالغ فيه. ميرسي. مبالغ؟ ايه شوي، اكيد مبالغ. يمكن أكيد جزء من الفن الحقيقي انه يكون الفنان متواضع. انا مش متواضع، انا حقيقي وبعرف شو عندي. الكلام اكبر منك يعني، بركي نظرة الجمهور لألك هالقد، او على القليل اللي بيحضروك النخبة اللي بتتابع جهاد الأندري، هالقد بتشوف انه انت بتستحق هيدا الكلام يلي يمكن بيعبر عن اللي بيشوفوا الناس، مش رأيي بس انا، مع انه رأيي معروف. ان شاء الله اكيد. انا هذا كلام حلو وصعب، لانه بيحمل مسؤولية كبيرة، بيحمل تقل يعني، وهيدا اللي نطمح له. بفتكر بتطمح له كل فنان انه ناس تحبه، انه تقشعه بعين كبيرة، انه تكون فنه محترم وراقي ولائق. بالآخر هيدا الكلام جاي لأنه أنت عم بتمثل فن لا يشبه الموجة السائدة، يعني إلا ما تبين الفرق بينك وبين غيرك من زملائك الفنانين، إذا جاز التعبير، صرنا نحط كلمة فنانين بين مزدوجين. ليكي أنا ولا مرة عملت فن بالمزايدة، يعني أنا بس أعمل فن ما بزايد على حدا، ولا مرة حطيت حالي بغربال وقلت أنا هيدا الخواص اللي بقي بالغربال هيدا هو أنا والباقي كله ما بيسوى. لا، أنا بعمل فن لأنه بحب أعمل فن، ولأنه بعمل اللي بحسه، وما بعمل فن بشهاداتي. وهالشي صرت قايله كذا مرة، أنا بعمل فن بغريزتي وبقلبي. الشهادات بيبقوا لازقين بأفا رقبتي براسي، وإذا بين شي منهم تقنيا بين، إذا ما بين أنا بعمل بغريزتي وبقلبي. فبالعكس في كتير فنانين، ومش عم بحكي شعر ولا عم بحكي كلام سالونات، عن جد عم بحكي، في كتير فنانين وإلهم مكانتهم المرموقة الكبيرة المحترمة، إن سبقونا وكبار بالعمر وكان عندهم مشوار والباع بهالمجال،
وأكيد مش ناطرين شهادتي، وإن شباب مخضرمين من جيلي أو الأصغر ومواهب كمان طالعة، أكيد في مواهب وأكيد في مواهب كبيرة، بس يمكن عم تتظهر بطريقة سيئة. مفتوحة للكل، الساحة مفتوحة للكل، بيبقى في خيارات قديش الواحد بفتكر الخيارات هي اللي بتصنف الفنانين ونوعية عمل كل فنان. هل الخيارات الجيدة على مستوى معين من الثقافة صارت نادرة منشان هيك الفنانين الجداد يلي فعلا موهوبين وحاضرين ما عم يقدروا يظهروا موهبتهم الحقيقية لأنه الأعمال صارت شبه عادية متكررة؟ لكن ما بعرف، عن جد ما بعرف. من ميل بقول أنه في زمن مغلف، مغلفنا كلنا بفرد كيس، فهذا هو الموجود، أو مناخد أو ما مناخد، أو منقبل أو منفل. ومن ميل تاني كمان أنه أنا كشاب جديد، إذا كنت أنا شاب جديد طالع وعم فتش، لازم يكون في شيء تخطيط براسي لا يخدني. ما بعرف شيء براسهم فعليا شو التخطيط اللي براسهم، إذا هني بدهم هيدا الشيء، بدهم يروحوا صوب الخيار الصعب اللي بيقول شيء للناس فعلا، يلي بيحمل معه خطاب وتخطيط ومشروع، أو بدهم عم يعملوا فن لأنه الشهرة من برا بتغر، إنه يي حلو أنا أمشي على الطريق الناس تعرفني وإلبس مبربة وهيك نعمل شخصية والناس تلتفت علينا وتدل علينا بالشارع إذا هيدا هو. بس بدي أقول لك شغلة، بالحالتين النتيجة واحدة، إنه رح آخر المطاف رح يمشوا بالشارع ورح يدلوا عليهم الناس، لأنه أي سلعة بتحطيها على الشاشة بتصير معروفة. نحن ما عم نعمل فعل عبقري، يعني بالنهاية نحن عم نمثل، بس نمثل للناس، فحكم الناس لما تنزل على الشارع رح تلتقى فينا ورح تقول لي هذا شفته اقتحم لي بيتي عشية عشيش صغيرة وسهر معي، فرح يعرفونا. هل يحمل الإعلام العربي والإنتاج العربي مسؤولية جزء من هذا الزمن الرديء اللي أنت عم تحكي عنه؟ هلا بنسألك، أنا بدي أقوله بالسؤال، هل أنت بدك توقعيني بسؤال أنا ما بدي جاوب عليه أو لا؟ ليه بدك تسير؟ أنت صريح، حتى مقدمة الحلقة كان عندك نقد صريح لألك. لا لا أكيد عم بمزح، أنا بقدر أقولك أنه لا، بفتكر نحن مسؤولين، الإعلام المحلي مسؤول أولا وآخرا، يعني أكيد الشارع العربي كله ساهم بإسقاط هذا الزمن، بالأخص السوق الإعلامي اللبناني. أكيد السوق عم بحكي، مش السوق، السوق الذي أدى إلى مساوئ بالنتيجة، السوق الذي أدى إلى السوق. صح، لأنه نحن المبدعين إجمالا والمبتدئين البادئين إذا جاز التعبير بكل ما يتعلق بالإعلام والفن، كنا المذنبين الأول يمكن بوصول وانحدار الفن إلى هذا الدرك. بركي بركي بدي أقول لك شغلة، اليوم بدك ترجعي مستوى إبداعي ببلد، جوعي جوعي، وهذا الشيء اللي عم بيصير بلبنان اليوم، أو صنعي في حرب. اكزاكتوما، ما هو الحرب تؤدي إلى الجوع، إلى الجوع، إلى البطالة، إلى بتوصل إلى ما قالت إليه اليوم الساحة. بس ما بيمنع، تما نكون كتير سلبيين عن الناس، نحنا ما بيمنع فقور المستمعين هلأ شو بهذا سوداوي، بس أكيد في محاولات بلبنان لإنهاض الدراما التلفزيونية بالذات. مثل محاولات. شو؟ بدون ما شو اللي بيلفتك؟ من دون ما تسمي، يعني في إنتاجات برأيك ذات مستوى اليوم؟ بديك صريح العبارة، ما في شي بيلفتني إنه التفت وقول إنه هيدا شدني ومسكني بزلعيمي وما عم بقدر أترك الحلقة، لا. بس في محاولة أنجح من محاولة، وفي محاولة تبشر أكتر من محاولة، وفي محاولة منحس أنه يلا تشجع أكتر من محاولة. بس أنه في نهضة ما بتكون على كاتب واثنين أو ممثل واثنين أو منتج واثنين، النهضة بدها حركة بدها مجموعة، بدها مجموعة كتاب، بدها مجموعة منتجين، بدها مجموعة ممثلين لتخلق نهضة. الرينيسانس ما بتكون هيك، غير انه نحن بعد بكير انه نوصل لزمن الرينيسانس. بس انا عم بحكي اذا بدي اقول لك انه شو هي مفاتيح النهضة الدرامية في سبيل انهاض الدراما المحلية لتصير بالمرتبة الاولى عربيا وبعدين نحكي عالميا، يعني هي بدها مجموعة ناس، بدها مجموعة مختصين، بده يكون في حركة، يعني مسرح قومي، ورشات عمل، ممثلين عم تشتغل هون وهون وهون، اكتر من شركة انتاج عم تشتغل، اكتر من كاتب عم يكتب، واكتر من شاشة عم تعرض، يعني مش الشاشة بشاشتين عم تاخد من نفس الكاتب ونفس المنتج ونفس الممثلين عم بيبرموا وعم بيغيروا اسماء وعم بيغيروا تيابهم.
والشخصية عم بتكون زيتها كأنه سواديزان أنه عم بيغيروا الشخصية ومش عم سمع كلام لحدا لمثل ما زنبه لمثل بده يشتغل وصحتين على قلبهم وصحتين على قلب الكاتب وصحتين على قلب المنتج اللي عم بيشتغل اليوم. نحن بدنا وعم نشجعهم. أنا بشجع حتى مش هالواحد أو اثنين عم بيشتغلوا محليا، أنا بشجعهم كتير وبمسك لهم إيدهم لو هني مش منتبهين أو حاسين فيه. بس أنا قاعد ببيتي بالنهاية، أنا ما بطلع بالإعلام بقول إنه أنا بشجعك وبمسك إيدك نو. بس بدي أقوله إنه النهضة مثل ما قلت لك بدها حركة. بس يمكن المنتجين من مصلحتهم إنه ينوعوا الوجوه وما يضلوا دايما رابطين أعمالهم بوجوه معينة دايما عم تتكرر. ما بعرف شو مصلحة المنتجين، بدك تسألي منتج، أنا ماني منتج. ليش جهاد بعيد عن الإنتاجات اللبنانية مؤخرا لفترة طويلة يعني؟ ولا مرة كنت قريب. نتذكرك بالعاصفة تهب مرتين ونساء في العاصفة، يمكن كانوا من أهم المسلسلات اللبنانية. ارتبط وجهك بهيدول المسلسلات وتعرف يعني عليك الجمهور اللبناني من خلالهم، ومن بعدها ما كان في هالشي اللي لأنه أنا آخر 12 سنة اشتغلت أكتر بالعالم العربي، كنت مقيم بلبنان بس اشتغلت أكتر بالعالم العربي، يعني يمكن من هيك بعدت عن سابق تصور وتصميم قررت تبتعد عن الإنتاج اللبناني. ولا ما كان عم يقنعك كتير؟ لا ولا هيدي. أنا عرفت أول مشوار بلبنان واجاني فرص عربية وحق كل ممثل انه ينتشر عربيا ويضيف على مشواره الفني المحلي. انا كنت مقرر القرار الوحيد انه انا ما بدي اطلع عربيا قبل ما اكون معروف ببلدي، وهذا اللي صار. يعني بوقتها كنت انا معروف وطلعت عربيا، بس كنت مقيم بلبنان وكنت دايما انا ايجابي وجاهز لاي عرض درامي تلفزيوني بلبنان. كنت اشتغل من وقت لوقت بلبنان يجيني عروض بس انه كانت قليلة. لكن بالماضي كنا نعاني من فكرة، أول ما طلعت أنا كنت أسمع يعني وكنت أنا كمان عاني منها فترة، أنه لازم يكون النجم الأول، نجم المسلسل الأول لازم يكون عيونه خضر أو زرق وأشقر، وأنا عيوني بني وشعري أسود. مع أنه هذا منه البروتوتيب الشرقي يعني. أفتكر هذه كانت مقاييس مفتول العضلات لاحقا، والعضلات تجي وتروح لاحقا صار غير شيء. لاحقا صار في محسوبيات، صار في انه انا قديش بسحف على باب مخرج وعلى باب كاتب وعلى باب منتج وقديش وتنقولها بصريح العبارة، صار في مافيات كمان يعني يلي هي هيدي يلي هي مثل ما بكل مجال في مافيا في بمجال التمثيل مافيا، ومش كلهم اكيد ما بعمم أكيد. انا في استثنائيات حتى عم بيصير على الساحة، واكيد اليوم الشاشات تبحث دائما عن وجه هي تعاملت معه قبل مرة بزمن قريب مش زمن بعيد، وهذا اللي صار. وأنا أكيد فخور ومكتفي باللي أنجزته، هالشي المتواضع إذا بعتبره بالعالم العربي، واللي هو صنع سيرتي الذاتية التلفزيونية. بس بركي بيخافوا من اسم جهاد الأندري إنه جهاد عنده بركي شروط، مش بس شروط مادية، يمكن شروط على فحوى العمل، على فحوى دوره. أهم شيء المستمعين ما يفكروا إنه جهاد الأندري طالع يطرح الصوت ما لازم ينفهم حديثي معك هلأ أنا جاي أطرح صوت، لا بالعكس أنا عم جاوب على سؤالك أنت. لا بالعكس، أنا شروطي منا تعجيزية، أنا شروطي طبيعية جدا طبيعية. ما بعرف يعني أكيد في أرقام كتير 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 باهظة جدا 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 عم تندفع لممثلين لبنانيين وبيستاهلوا طبعا، يعني ما بعرف شو الخلفية يعني، وأكيد ما عندي قاعدة لا حاطت فيتو على حدا ولا بظن حدا حاط فيتو علي، لأنه أنا بفتكر في شي براسي أكتر من أني اتحطت على كاتب أو اتحطت على منتج أو اتحطت على مخرج أو اردح بالإعلام، يعني مش هيدا هو التارجت تبعي يعني. بس ينعرض عليك سكريبت بقرة. كيف تقرر إذا هيدا دور إيه لك ولا لا؟ بقرة وبرجع بقرة وبفتت النص كتير لأشوف أول شي لأي مدى أنا بلاقي حالي فيه وقديش هالنص بيلبق أني أنا قدم له شيء، وبشوف لأي مدى جديد وبيحترم الناس وبيحترم الجمهور اللبناني والجمهور العربي اللي تعودوا مني بس طل بإشياء أقله تحترم ذوقهم. يعني نعرف عنك الأدوار التاريخية، بعض الأدوار الدينية، مع أنه اشتغلت مودرن كتير. اشتغلت كوميدي مثلا؟ لا ما بأمن أنه في كوميديا بلبنان، في شخص واحد اسمه فادي رعيدي بس هو الكوميدي الوحيد اللي هو كوميدي الوحيد بلبنان، وانا مسؤول عن كلامي وكل ما يقدم سواه على المسارح والشانسونيه وعلى التلفزيون. ما احترم للجميع بضحكك هذا رايي هذا رايي طبعا، مش يعني انا ما بشكل شركه احصائيات يعني، بس برايي انا هو الوحيد اللي بضحكنا. بحس في ذكاء بالنكته اللي عم بيقدمها وعارف شو بده وما في ابتزال.
وما في ابتزال وما في اجترار لاشي بطلت تضحك. يعني انا بسال حالي اللي عم بيقلدوا السياسيين اليوم، اذا بطل في سياسي شو بيعملوا؟ فانا هون بخليني اطرح علامه استفهام كبيره، اذا عنده خطاب هالشخص اللي عم بيطلع وما عنده، اذا عنده مشروع او ما عنده، يعني بيقعد ببيته ما فرجاني شيء تاني. مش يعني اللي عم بيطلعوا مش موهوبين، يمكن هني موهوبين، بس الماده اللي عم بيعطوها انا ما بتضحكني. رايي الشخصي جهاد بتحب الخلق كتير، بتحب الابداع والتحديث، بتحب المفاجاه كمان. يعني مستمعينا بخبركم انه جهاد ما بحب يعرف شيء عن الاسئله يلي رح تنطرح عليه بالمقابله. لحد هلا صرنا ربع ساعه يمكن مبلشين، بعد ولا سؤال محضرته قدرت اساله لجهاد، كل الاسئله اجت تلقائيا. رح يكون في وقفه هلا مع الوجه الاخر للممثل جهاد الاندري ومنتابع حديثنا من بعده. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر. كأنما تنبض في غوريهما النجوم، كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر، وكركر الأطفال في عرائش الكروم، ودغدغت صمت العصافير على الشجر أنشودة المطر. مطر 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 مطر. أنشودة المطر للشاعر بدر شاكر السياب، سمعناها بصوت الفنان جهاد الأندري. طبعا بتذكرنا بالمسلسل يلي قمت بدور البطولة في دور بدر شاكر السياب، مسلسل صدفة على تلفزيون جديد. صحيح. قدي أخذ معك كتابة أستاذ أطوى غندور وإخراج الراحل المخرج شارب الكامل الله يرحمه؟ قدي أخذ معك تحضير تلبس شخصية بدر شاكر السياب؟ بتعرفي سنين طويلة، يعني أكثر من 10 سنين. كان لا يمكن 2002، يمكن 2002-2003 إذا مش غلطان، ما بعرف. هو أكثر شيء اللغة، يعني الأكسان، أنه لأن هو عم نحكي كان عراقي عربي، لغة عربية نظيفة بين اللغة البيضاء العربية البيضاء واللغة العراقية يعني بالنص. هذا اللي أخذ شغله، وما أخذ شغل قبل التصوير، يعني أخذ شغل قبل التصوير وكمل ضمن التصوير، يعني بنفس الوقت مع طبخ كل مشهد من إعداد و تصوير وتمثيل. كانت اللغة ومتابعة الأكسانات كانت عم تاخد معي شغل. هيدا مثلا كان يعني كان مسلسل عم بيقدم مستوى معين من الثقافة، عم بيقدم معلومة للمشاهد، عم بيقدم بيوغرافية عن شخصيات كتير كبيرة. ما في شك أكيد. وأنا بهي الشخصية، أنا أول شيء أنا معجب بدر شاكر السياب كتير كشاعر، يعني بعتبره شاعر القرن أصلا يعني. وأكيد المسلسل كان وقتها كل سري كل 5 حلقات أو كل 3-4 حلقات عن شخصية لبنانية عربية شاعر كان أو هيك. أكيد منحب هاي الأعمال وأنا بحبها كتير، وأكيد الجمهور بحبها وبيقدرها كتير، بس ما بيعني وما بيمنع أنه أنا بس نكون عم بقول أنه نشتغل هيك أعمال، مش يعني أنه لازم التلفزيون يقعد بوجه الناس يقتحم بيوتهم وديارهم ويمسكهم ديكسيونير. لا بالعكس، الوظيفة التلفزيون ليسليهم، ونحن وظيفتنا كمان مهمتنا أن نحن نقدم لهم شيء نظيف يسليهم، ما يخدش لهم حياءهم وما يخدش لهم تربيتهم، لأنه اليوم صار في خطر، وخطر كبير أكثر من خطر، في دق نقوس الخطر، أنه اليوم تخطينا الخط الأحمر على الشاشات، أنه عم يمرق على الشاشات ابتزال وقلة تهذيب وقلة احترام. وبيضحكوني بعض فنانين بيطلعوا بيقولوا أنا ضد الرقابة. أنا كنت ضد الرقابة وأنا مع الحرية الفنية، بس أنا اليوم صرت مع الرقابة. بس مين اللي عم يعمل رقابة؟ مين قال أنه هيدا الشخص أو الجهة المناسبة اللي عم بتقوم بالرقابة؟ إذا مع رقابة وهي النتيجة، إذا بلا رقابة شو بصير؟ بس أنا بحب أسأل السؤال،
أنا صرت مع الرقابة. الرقابة بلبنان ناجحة؟ عم تعرف تقطع وين بالمكان المناسب؟ عم تعرف تحاسب بالمكان المناسب؟ ليك أنا ما إلي أعمل نظرة تقويمية على الرقابة بالذات، لأنه ما بعرف شو عم بتقدم له فعليا، ما بعرف شو عم بيصير بالكواليس، شو عم بتقدم. وظيفتي اني ضل بهيدي الناحيه، الناحيه الفنيه يلي هي انا شغلي اختصاصي، اللي عم بيصير على الشاشه، اللي عم بيصير على الشاشه مش مسموح. اذا مع الرقابه وهيك وعم طالب بمنع الرقابه، لا يا خيي لازم يكون في رقابه، شو هالحكي هيدا؟ اذا نحن شعب ما عندنا بعد رقابه ذاتيه فنيه ابداعيه، لازم يكون في رقابه تجي تقول لي تعال تقول لك هيدا مسموح يطلع، هيدا مش مسموح يطل، كيف هالحكي؟ سمعت على احدى محطات تلفزيونيه انه حدا عم بيطلع يقول انه انا ضد الرقابه، لا انا مع الرقابه، لازم تكون مع الرقابه، كيف هالحكي؟ اكيد لانه نظرا للشيء اللي عم نشوفه لا لازم يكون في رقابه. بين الخشبه والشاشه والشاشه الكبيره شو بيختار جهاد؟ بختار العمل الصادق. وين مكان؟ بثلاث نواحي يعني، بحب الشاشه الصغيره، بحب الشاشه الكبيره، بحب المسرح. اشتغلت شاشه كبيره؟ اشتغلت شاشة كبيرة لا، وإيه اشتغلت عمل كان تقدم كفيديو كليب، بس هو تصور كأنه كور متراج، كان لإخراج صديق رالف تفوني، كان غنية سيد الرئيس للفنان المجد الرومي، نتذكره. فكان عندي طلبة بأوله وبآخره. كنت الرئيس؟ لا أبدا ما كنت الرئيس، وما عندي هالطموح أبدا يعني. فتصور لون متراج بيليكول بوقتها، كان بعد يمكن بوقتها ما كان في ديجيتال يعني، وحبيت التجربة كتير، وأنا ناطر تجربة سينمائية هيك تفشل خلقي، ناطر. وكأنه السينما اللبنانية حاليا فاقدة هويتها بعد ما قدرت تصنع هوية فعلية، بتوافق الرأي؟ ايه أكيد. تقلك ليش السينما اللبنانية عم تنهض يعني، بعد عم تلملم حالة، عمرها دفنة يعني، دفنت 30 سنة 40 سنة بلبنان، ما في صناعة سينمائية على القليلة. شايف تريميس؟ شايف مؤشرات أكيد جيدة؟ أكيد في مؤشرات، أكيد في مؤشرات، ما فينا ننكر، طبعا في مؤشرات، بس في تفاوت كمان. لازم تفاوت موجود ولازم، بس بقول لك انه في سينما بلبنان لا، لان السينما صناعه بعد ما فيها الاندستري، بس في محاولات، محاولات يلتفت الى بقوه يعني، طبعا اكيد ما فينا نغض النظر ابدا، بالعكس ولازم تشجع، تشجع كتير. شو هي المكونات اللي ممكن تصنع هويه سينمائيه لبنانيه؟ يعني بنعرف السينما الايطاليه في لها مقوماتها ومكوناتها، السينما الفرنسيه والامريكيه، شو هي الانجريديان تبع السينما اللبنانيه برايك؟ اول شيء بده يكون في ماده، بده يكون في صناعه، بده يكون في صناعه، بده يكون في ماده، بده يكون في انتاج كبير وسخي بالاساس، بعدين بده يكون في ان بون سيناريو، يكون في سيناريو جيد، في تام معين يعني، حتى اللي نظهر شوي من تام الحرب يلي تكرر ب 90% من الافلام. لا؟ اللي ليش لا، انا مش هيدا هو التام اللي بده يكون اساس يعني. حرب عمرها 40 سنه، هيك انت برايك انه بفيلم وفيلمين وثلاثه واربعه وخمسه وسبعه وعشرة بتنتسى؟ لن ننسى اكيد، لازم. ليش لا، انا بقول انه المبدع هو ابن وجعه، مش غلط يا خيي، خلي يكون في ناس عم تحكي عن الحرب، للحرب أوجه عديدة. اليوم ما في مدفع بالشارع اللبناني، إيه بس ما في حرب، أنا بلاقي هلأ الحرب أخطر من الحرب، يا ريت في مدفع، بالمدفع بتخبى. بس لو كان الفن الشافي كنا شفينا هلأ، بس ليس الفن العلاجي هيدا اللي شفناه، منا السينما اللي عم تخلي الأمور تصير سبليمي ونشفى من إيه، بس في بس في تجارب ناجحة يعني، ما رح سمي هلأ، بس إنه في أنا مثلا حضرت قصاصة طايشي لجورج هاشم، عظيم الفيلم، عظيمة يلتفت له. سمير حبشي عنده كان قبل، وبجيب بهيج حجاج طبعا، ما حفظ الألقاب أكيد، وما ننسى مارون بغدادي، مارون كمان مارون بغدادي قبله، نادين لبكي وغيره كتير يعني، ليلى كنعان صديقتي وبحييها كمان، رندا الشهار، رندا الشهار وغيرهم كتير، أكيد يلتفت يعني، يلتفت بقوة ويشجع جدا يعني، بس نحن لازم نشجع كمان حبذا بيوم الأيام يصير في عنا رأسمالية بلبنان يفكروا، مش بس يفكروا بالمطاعم وبالعشوات الخيرية كتير منيحة وكتير حلو، والعشوات الاستشفائية عظيمة وهاتفة، بس كمان السينما تصنع ذاكرة ووجدان بلد، وهي مربحة أيضا يعني، جدا مربحة، جدا مربحة. أحد يعني هيك البلدان المجاورة كان رئيس جمهوريتها، أنا كنت بالتصوير لما كان رئيس جمهوريتها يجي على عسات التصوير ليشجع ويدعم ممثلينه ويشجع الإنتاج والدراما عنده، لأنه لما يشجع زعيم سياسي الدراما عنده يصنع ويدعم وجدان بلده ويصنع ذاكرة لمدينته بدعمها أكتر، وحتى في لازم يكون عنده هيك تقوى مصلحته الاقتصادية بالبلد، لأنه يدخل بهالطريقة الاقتصاد
إلى اقتصاد الدولي، بصير الاقتصاد الدولي مثل بأمريكا يستند على صناعة على هذا الفنية. القطاع طبعا على هذا القطاع. الفنانة متعددة المواهب جاهدة وهبية اللي ارتبط اسمها باسم جهاد الأندري بعروض شعرية، جاهدة اسم كبير بدون مش بحاجة، وجاهدة وجهاد أصلا اسمين بيشبهوا بعضهم لغويا. معنا هلأ عبر الهاتف، مرحبا جاهدة، بحييك ببرنامج عغير موجي. مرحبا جاهدة. مرحبا لكم عزيزي جهاد، اشتقنا لك. أنا كمان مشتاق لك أكتر جاهدة. بتوافقيني الرأي أنه جهاد الأندري شخصية كتير غريبة؟ شخصية غريبة عصدك يعني عم تحكي فنيا غريبة من كل النواحي، يعني ما بتشبه حدا، بس يكون متفرد بشغله وبعماله صرنا نوصف بالغرابة، لأنه للأسف قد ما العادية حاكمة أعمالنا الفنية حاليا، فإذا الممثل أو الفنان تفرد وتميز بأعماله بنصير نسميه غريب. أنا هالقد قريب مني جهاد بفكره بإنسانيته بشخصه، طبعا ما بلاقيه غريب إلا بالكم الكبير من العطاء اللي بيقدمه، إن كان على الصعيد الدرامي ولا على الصعيد الإنساني. يعني جهاد صديق كبير وفنان كبير، وأنا قريت كتير ألقاب عليه، بفضل لقب الممثل الشاعر، ممثل شاعر، يعني هو من القليل جدا جدا إذا ما كان الأوحد اللي رسم بصورته الفنان اللي المثقف جدا والدرامي جدا والمختلف جدا بشخصيته بأدائه، إن كان على التلفزيون أو على المسرح. طبعا هو ممثل كتير كبير، أدواته الإبداعية اللي بيملكها متنوعة ومختلفة. هلا كله عم برتجع، يعني إذا تخليني ركز شوي بقلك بعد إشي أكثر. لا أخطوي جهدة، بكفي بكفي. الطيور على أشكالها تقع على كل حال، أنت الهدهد وبركة هو طير أزرق اجتمعته بي. هو طبعا أزرق، يعني عنده صفة الزرقة بكل شيء بيعمله، الزرقة اللي هي بتمتد يعني لسهوب وأفاق ومطارح كتير بعيدة، واللي دايما فيها تأمل، يعني بتتخطى الأرضيات، الأشياء السخيفة اللي نعيشها بحياتنا، يعني هيك هالقد هو يعني عنده سمو بشغله. طبعا عنده جنوح نحو الزرقة حلو كتير، وأنا بفتخر أنه يعني مثلنا حد بعض بمسرحيات حلوة كتير، منها طبعا الدور اللي لعبت فيه دور أمه، أم الدي الشربل، هو كان عم بيلعب دور الدي الشربل الصغير، وبعده لهلا بعيط لي أم شربل يا ماما. أمبولة أمبولة. وطبعا الأمسيات الشعرية اللي قدمناها إن كان بلبنان أو حول العالم العديدة، اللي كانت بصماته رائعة عليها، يعني إن كان من ناحية الإعداد أو من ناحية التنفيذ. وطبعا في دائما تواطؤ جميل بيناتنا، حتى لو ما عم نلتقي كتير بحكم ظروفنا، بس التواطؤ دائما موجود. وان شاء الله يعني انا بوعدكم ومنوعدكم انه اكيد رح يكون في لنا اعمال مشتركه بالمستقبل كتير حلوه، وبعد في كتير اوجه لجهاد الأندري ما بينت. ان شاء الله يا رب الايام الجايه تعطيه فرصه انه يقدم لكم وجوه الإل إذا بدك تسميها الغريبة الأخرى اللي مستوى موهبي. أنا كمان رح أقعد نفسي بحلقة خاصة معك جاهدة ببرنامج عغير موجة، بدي أشكرك على الاتصال. جاهدة أنا بدي أشكرك كتير، وأنا هيك ما بعرف كتير عبر، بس أنا بقول لك أنه أكيد في زمن أنا وياك إن شاء الله دايما مش تعقيبا لشي مرق، تمهيدا للقاءات إنسانية، وهذا الأهم، هذا الأهم عندي، وأنت بتعرفي مطرحك قديش كبير عندي، وأنا كتير بين اتصالك معي اليوم، وأنا بعرف الظروف اللي عم تمرق فيها صعبة، إن شاء الله بهداوة البال، ودايما نحن نوقف على شباكك وشباك نجاحك ونزقف لك دايما. حلو كتير زياد اللي قلته، وإن شاء الله لإلنا ولإلك هداوة البال وفضاوة البال، وإن شاء الله دايما إشياء الحلوة لكل الفنانين الأصيلين والجديين بهالبلد، ولها البلد الأفق والمستقبل الحلو. شد عايدك ونزقف لك دايما. أهلا فيك جاهدة. كنت سأنجيب منك قبيلة. Ra 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 ra
يا ولدي ووالدي وأبا أولادي، يا كبدي وكيدي ومكابدتي، يا سندي وسندياني وسيدي. يا ولدي ووالدي وأبا أولادي، يا كبدي وكيدي ومكابدتي، يا سندي وسندياني وسيدي. تابع حديثي مع الفنان جهاد الأندري من بعد ما استمعنا لجاهدة وهبي وأغنية أنجبني من كلمات الأديبة أحلام مستغانمي وألحان جاهدة وصوت جاهدة. وألحان جاهدة، هل الالتزام اللي حكيت عنه جاهدة، الالتزام الفني صعب، بتعب النفسية مرات، بخليك توصل لمطرح تحس بالأحباط والتراجع؟ مش الالتزام الفني والأخلاقي أيضا، يعني الالتزام ككل. لا بالعكس، بصير خلص، بصير بجلده الواحد. لا بالعكس، يعني هذا الشيء أنا بدي إياه وهذا خيار من دون تردد. لا 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 أبدا ولا مرة بعيد النظر، ولا مرة بعيد النظر. اليوم أنت ابنك إذا عصبت منه، بس ولا مرة بطل ابنك، بتعيط عليه لمصلحته، بتزعلي منه، بيزعل منك، بس بالنهاية هذا ابنك. فلا الالتزام الفني ولا مرة أعدت النظر فيه أبدا، يعني ما في غير لون عيوني وصار مثل لون عيوني يعني. بس بركي الخيار اني انا ابقى في هذا الوطن، هيدا اللي بوجع اكتر. بلشت تفكر بالموضوع؟ لا ما فكرت ولا بفكر بالموضوع اطلاقا، بس اكيد هو خيار له ثمن كبير، كتير كبير. نحن ذكرنا بالبداية أنه اشتغلت بأعمال عربية أكثر من الأعمال اللبنانية، هل بتشوف أنه العالم العربي تلفزيونيا أدرك أكثر من الوطن؟ بدي حد يزعل مني. طب لا أنا كنت يعني أكيد أنا كنت محترم هونيك، بس هي مش بالكيلو، ما بعرف يعني. أكيد أنا بلبنان اللي اشتغلت معهم عملوني بشكل جيد. لا ما في إنكر أكيد. لا بس أكيد عربيا لو ما كنت مرتاح ما كنت استمريت 12 سنة يعني. مش أنه كان عمل حدا عرفهم علي ويلا أخذني وخلص العمل وكملوا هونيك. بالعكس أنا لما كنت عم اشتغل عربيا ما كانوا عم يجوا على البلد وعم يشوف مين فنانين هالبلد، ونحن كنا 10-15 واحد عم ينقوني. أنا كنت بظروف صعبة عم بسافر، وكنت أنا ببلدي عم بدق لي على التليفون ناس ما بعرفهم إنتاجات عربية، وعم بيعرفوني على حالهم وعم يطلبوني وعم بروح. شو غيرت الحياة العائلية والأطفال بحياة جهاد الأندري بنظرته للدنيا؟ أكيد غيرت كتير، أكيد بينضج الواحد أكتر. ما بعرف إذا أنا لا أؤمن كتير بالتغيير، بآمن بالتكميل أكتر. أكيد كملتني، أكيد كملتني، يعني بتكمل معك وبتكملك، يعني مثل كأنه دوميلون، مثل الهلال بيجي التاني بيكمله يعني. فأكيد كملتني إن الزواج، الشريك، وإن الإنجاب، وأكيد بخص الإنجاب بالذات يعني هو كمان سنة الحياة يعني، وبيكملوني وكملوا الزواج. الفنان معروف بالنرجسية كما يقال، صح؟ هل بتكسر شوي من نرجسية الفنان حالة الأبوة؟ لا لأن بيلعب غير دور، أنا لازم ضل حب حالي. تبقى الكينونة. إذا أنا نرجسي في مكان ما كفنان، لازم ضل نرجسي كفنان، لأنه ابني بس عم ياخد مني، مش الفنان، عم ياخد مني الأب. وزوجتي لما عم تاخد مني الشق، ما عم تاخد مني الشق الفنان، عم تاخد مني الشق الزوج والحبيب يعني. سؤال أخير قبل ما نختم الحلقة، بدنا نعرف شو عم تحضر على كل المستويات، تلفزيونيا، مسرحيا وشعريا، ويمكن بركي رقصا. قلت لي خلص اعتزلنا الرقص مع انه جهاد هو راقص مختلف. لا انا ما طليت بفرق وناس، انا درست التقنية وكنت عارف شو بدي منها بالزيت يعني. كنت بدي منها الكوريغرافي، إذا أنا بيوم الأيام عملت إخراج أنا ذاك كنت فكر هيك، وهذا اللي صار يعني. ولما كنا نرقص كان نرقص بظل حفلات المدرسة مع الفنانة جورج جبارة بلبنان. أنا بوجه الخير، بوجه له يعني كل ذاكرة طيبة. تحضيرات أول مرة بكتب مسرحية مونودرام، اللي 7 أشهر عم بكتبها وخلصتها مؤخرا، اسمها ورا الباب. مونودرام، أنت البطل حتكون؟ يجوز
المؤلف والمخرج والممثل المسرحية اللي جهاد الأندري رح حط هيك ما بعرف ما كتير بآمن بأنه اسم صاحب العمل يتكرر 12 مرة بالجينيريك. لا أنتمي لهذه الشريحة يعني. أنا رح حط عمل مسرح مونودراما لجهاد الأندري فقط. رح تنعرض قريبا يعني لازم 2014 وين بعد ما حددت وين أي مسرح بلبنان، بس أكيد هتنعرض بشتاء 2014 بلبنان قبل ما تطير عربيا. شو الخط الأساسي للمسرحية؟ إنساني إنساني مونودراما لشخص واحد تلفزيونيا وسينمائيا. اسمحي لي ما سمي لأنه نعرض علي أربع أعمال ريت وفقت اتفقنا شفهيا، بس بعد ما أخذت شكل نهائي فما بسمح لحالي يجوز تشوف النور ونتفق نتمم الاتفاقات التانية ونوقع وتشوف النور. أكيد رح أعلن، بس إذا يجوز كمان لسبب من الأسباب جميعا يكونوا غيروا أجلوا، فبفضل ما أعلن قبل ما تاخد شكل نهائي. والعروض الشعرية مستمرة؟ مستمرة إن شاء الله أكيد. بوعد دايما يعني ما في شيء مرتقب قريب، بس إنه أنا آخر عمل عملته بعدها منهض منه من أدار يعني. كانت حفلة كبيرة مع أوركسترا قوى الأمن الداخلي، كان الكوندكتور الرائد أنطوان طامي الصديق، وكان شعر لشعراء لبنانيين وعرب، كانت برعاية الكوميتي ناسيونال دو اليونسكو اللي هي اللجنة الوطنية لليونسكو، بشكرون على الثقة. فكان عمل كبير وكان مسرح اليونسكو، فهلأ لنرجع نخطط لعمل تاني إن شاء الله بلبنان أو بالعالم العربي، بس أكيد دايما بالجعبة في تحضيرات على هذا الصعيد. The show must go on. شكرا جهاد الأندري أنا بشكري. على حضورك، كانت حلقة كتير مميزة. مرسي أنا بشكري. استفزت منطقي الصحافي وبشكرك أنا على هذا الشيء. بشكر المخرج مارون الخوري، إلى اللقاء في حلقة مقبلة من عغير موجة. مرسي لك ومرسي لصديق مارون الخوري ومرسي لإذاعة صوت لبنان من قلب الأشرفي. كانت معكم كريستين حبيب. اكتبيني سطرا واحدا قبل أن أشيخ، اكتبيني أيتها المحجبة المحتجبة، يا سيدة الانتظار الطويل قبل أن يشيخ الوشاح. شيخ ساعدي ألف عام قبل أن يتم اللقاء، وكان لقاء، وكنا نحن، وكنت أنت، وكنت أنا والوصية. أنا المخطوط في أجنحة سفرك، أنا الممهور في دفاتر مذكراتك، وأنت الوصية، وأنت المواسم تزهر، وأنت اليناع، وأنت الابتسام يخضر في الصور، وأنت الصراع، وأنت الحبر يغرس، وأنت اليراع، وأنت العشق حين يعصف النزاع. في ذات يوم تحدثنا كالغرباء عن سطر واحد يهرب أمامنا يا امرأة، كترحال يمتطي صهوة لقاء، كراهبة تدمع تصلي تتأمل في العريس، كعاشقة تتخبط يوما واحدا في المخاض، كشهوة عروس تتربص في عرس سرير، كوحش مجمر لعاشق صغير. غير موجة موسيقى.